طيب مرحبا، اليوم رح نبلش بشابتر 2. برجع بأكد إنه أنا وصلت معكم بشابتر 1 للأناليسز على الأكاونتينج إكويجن. هلأ مباشرة رح أنتقل لعملية الريكوردينج اللي هي السكند ستيب بالأكاونتينج بروسيس، بعد ما نعمل ايدنتيفيكيشن يعني نعمل أناليسز للترانزاكشن إنه كيف رح يتسجل، وين رح يتسجل، شو الحسابات اللي رح تتأثر. هاي هي الايدنتيفيكيشن. النكست ستيب انك تعمل ريكوردينج، واللي هو انا من اول الفصل قاعده بقول لك راح اعلمك كيف تعمل ريكوردينج بشابتر 2. هاي اجى وقت شابتر 2 كيف نعمل ريكوردينج. بعدين بس اخلص معك ريكوردينج راح اعلمك الثيرد ستيب اللي هي الكوميونيكيشن، هاو تو كوميونيكيت الريزلت تبعونك من خلال فاينانشال ستيتمنت. عشان هيك آخر part بشابتر 1 اللي هو الفاينانشال ستيتمنت أنا رح أشرحه بعد الريكوردينج. ماشي؟ مش معناته أني أنا مش already أعطيتك إياه أنه مش داخل، معناته أني أنا أجلته شوي عبين ما أخلص لك عملية الريكوردينج. طيب هلأ الأوفيشال way to record بالأكاونتينج هي من خلال إشي اسمه journal entries. أنا راح أروح أول إشي بس أورجيك شكل الجورنال إنتري، بس عشان تكون عارف إنه الجورنال إنتري مش إشي كتير معقد أو خطير يعني، أو بفرق عن إحنا شو تعلمنا. هذا جورنال إنتري اللي مكتوب قدامك بالبوكس هو جورنال إنتري. فعلياً هذا الجورنال إنتري بيمثل الترانزاكشن اللي مكتوب عندك فوق واللي أوريدي مرق معانا. أوكي؟ إذا بتتذكروا لما ري وباربرا أسسوا شركة App Development اسمها SoftByte بشابتر 1، إحنا إجينا أول transaction صار عند ري وباربرا كان هو Investment by Shareholders بقيمة $15,000. مقابل هاي الانفستمنت إحنا أصدرنا لهم أسهم، صح؟ مين يذكرني لما إحنا عملنا هاد transaction شو كان الإفكت على الأكاونتينج إكويجن؟ أنا مش طالبة منك تعمل لي جورنال، أنا طالبة منك تقول لي شو عملنا بشابتر 1، الانفستمنت باي شير هولدرز شو الحسابات اللي راح تتأثر عندي وكيف راح تتأثر بالزيادة أو بالنقصان. مين يجاوبني؟ دكتورة اللي هو شو اسمه بزيد الشير كابيتال أكاونت وكاش بزيد كمان. بالضبط، بما إنه هدول الشير هولدرز they invested cash بالشركة، معناته رصيد الكاش تبع الشركة أول ما تأسس تنتقل من إنه هو زيرو لخمستاشر ألف، صح؟ معناته الكاش تبع الشركة زاد والكاش أسد. أوكي؟ وفي المقابل عندي أنا أصدرت لهم أسهم اللي هي رأس مال الشركة على شكل أسهم. مش اتفقنا إنه الكوربوريشن الشيرز الأونرشيب تبعيتهم بتكون على شكل أسهم؟ فأنا لما أصدرت أسهم رأس مال الشركة زاد، صار في عندي شيرز بقيمة $15,000 اللي هو أحد حسابات الإيكوتي، واللي اتفقنا بنسجل الانفستمنت باي شير هولدرز بحساب إيكوتي اسمه شير كابيتال. هذا الحكي إحنا أوريدي حكينا والمفروض إنه إحنا عارفينه. فأول ستيب إنك أنت تعمل الايدنتيفيكيشن، يعني إنك أنت تحلل الترانزاكشن زي ما إحنا اتفقنا، زي ما إحنا متفقين حاليا. أوكي؟ طيب كيف بدي أوصل بعد ما أنا عملت analysis؟ لأنه هذا analysis إذا أنا ما سجلته، ما عملت recording through journal entries زي ما إحنا شايفين، لا مني ولا من analysis تبعوني، لأنه official way to record هي من خلال journal entry اللي هو قدامكم بالbox هون. طيب كيف بدي بعد ما أنا عرفت أعمل analysis كيف بدي أسجل journal entry؟ لازم تكون عارف إشي تاني. أوكي، أنت عرفت شو الحسابات اللي تتأثر، لازم تكون عارف شو الدبت وشو الكريدت، شو الدبت وشو الكريدت. أي جورنال إنتري بالعالم له جهتين، جهة اسمها دبت وجهة اسمها كريدت. أوكي، هدول هم التو سايدز للجورنال إنتري اللي إحنا كأكاونتينج حطيناهم تو فاسيليتيت عملية الريكوردينج، وعشان نحافظ على البالانس تبع الاكاونتينج اكويجن تبعيتنا. اوكي، واضح؟ فاي جورنال انتري له تو سايدز، ديبت وكريدت. اوكي،
الديبت عادة اللي هو أول سطر بالجورنال إنتري بكون ببلش ببداية السطر إذا أنتم لاحظين. بالمقابل الكريدت بيكون بيبعد عن بداية السطر شوي. أنا كمان لما أسجل لك على البورد رح أصير أقول لك DR اللي هي اختصار ديبت، أكتب لك هيك عشان أنت أقطع لك الشك باليقين أنك تكون عارف إنها هاي ديبت، وقبل الشير كابيتال رح أحط لك CR بتكون عارف إنها هاي كريدت. لكن مجرد إنه إحنا بعدنا الشير كابيتال عن بداية السطر وحطينا الأماونت تبعيتها هون بالكريدت بيعني إنها هاي كريدت، والديبت ببلش ببداية السطر زي ما أنت شايف ومحطوط الأماونت تبعيتها بالديبت. هاي أول معلومة لازم أنت تكون عارفها. طيب المعلومة الثالثة لأنه فعلياً صرنا والمهمة اللي أنت لازم تكون عارفها لتقدر تسجل جورنال إنتري، شو النورمال بالانسز تبعون الأكاونت. يا شباب بليز بدي أكد على نقطة، ديبت لا تعني زيادة وكريدت لا تعني نقصان، والعكس صحيح. انسالي انه مثلا انت مرات بتكون فاهم انه كريدت يعني دين، في عندي حسابات بتزيد في الديبت وفي عندي حسابات بتزيد بالكريدت. بيعتمد على شو هذا الحكي؟ بيعتمد على النورمال بالانس تبع الحساب، يعني شو طبيعة هذا الحساب لازم تكون، هل هو بجانب الديبت او هو بجانب الكريدت. Normal balance it means where the account should increase. Where the account should increase. Okay. طبعاً السلايد لاحظ كم سلايد حاط لك، من هون رح أبلش معك. هاي normal balance is the increase side. يعني وين الحساب رح يزيد. لاحظ كم سلايد حاط لك للnormal balances. رح أختصر لك إياهم بجملتين. الحسابات اللي normal balance الهدبت هي حسابات الأسيتس بأنواعها، حسابات الإكسبنسز بأنواعها، وحساب الديفيدنس. ثلاثة صعب تحفظهم، حسابات الأسيتس بأنواعها، حسابات الإكسبنسز بأنواعها، وحساب الديفيدنس. أوكي هدول هم الحسابات اللي النورمال بالانس لهم ديبت. شو يعني إنه النورمال بالانس لهم ديبت؟ يعني بيزيدوا في الديبت. وباي ديفولت لما احكي لك عن حساب انه بزيد في الديبت معناته باي ديفولت هو بينقص بالجهه الثانيه. شو الجهه الثانيه؟ اللي هي الكريدت. اوكي طيب انت حكيتي لي انه الاسيت والاكسبنسز والديفيدنس النورمال بالانس لهم ديبت، كل باقي الحسابات النورمال بالانس لهم كريدت. شو باقي الحسابات اللي ضلوا عندي؟ الليابيليتي انواعها. الإيكوتي ما رح أقول لك إيكوتي بشكل عام لأني أنا شلت من الإيكوتي الإكسبنس والديفيدنس، رح أقول لك شير كابيتال وريتيند إيرنينج وريفينيو. النورمال بالانس إلهم كريدت. ماذا يعني إنه النورمال بالانس إلهم كريدت؟ ما أنا هلأ حكيت لك النورمال بالانس it means وين الحساب بزيد. معناته هدول الحسابات بما إنه النورمال بالانس إلهم كريدت معناته هم بزيدوا بالكريدت وبقلوا في الديبت. اوكي انا بدي اياك تطلع من المحاضره حافظ شو الحسابات شو النورمال بالانسز لهم. بليز احفظ معلومه واحده، الحسابات اللي النورمال بالانس لها ديبت هي اسيتس اسيتس اكسبنسز وديفيدنس. اسيتس اكسبنسز وديفيدنس. باقي الحسابات النورمال بالانس لها كريدت. شو يعني نورمال بالانس؟ يعني وين الحساب بزيد. اوكي إذا ما حفظت هاي المعلومة مش رح تعرف تسجل. أوكي طيب أنا خليني بس ما أحفظكيش إياها حفظ، أفهمك كمان شوي فهم. ليش مثلا أنا الإكسبنسز والديفيدنس خالفوا الإيكوتي؟ أنت كل حسابات الإيكوتي بما فيها الشير كابيتال حطيت لي إياها بأنه بتزيد بالكريدت. طب ليش الديفيدنس والإكسبنسز العكس؟ لأنهم مطروحين من الإيكوتي فطبيعتهم رح تكون معكوسة، يعني زيادتهم بيؤدي لتخفيض الإيكوتي عشان هيك هم معكوسين. أوكي اتفقنا يا شباب؟ طيب عرفنا شو النورمال بالانسز للأكاونت، عرفنا إنه عملية الريكوردينج بتتم من خلال جورنال إنتري، عرفنا نعمل أناليسز زي ما تعلمنا بشابتر 1 إنه كل ترانزاكشن بصير عنا أعمل له ايدنتيفيكيشن أحدد شو الحسابات اللي تأثرت. معناته أنا I'm ready now to record the journal entry.
خلينا نروح نعمل ريكوردينج للجورنال انتري. انا شوي شاطبه من هذا السلايد اوكي، عشان بدي اورجيك مثال على الجورنال انتري زي ما هو. اذا انت ملاحظ الجورنال انتري الكومبوننتس تبعونه، اول إشي الديت امتى صار هذا الترانزاكشن، ثاني إشي الاكونتس شو الحسابات اللي تاثرت بهذا الترانزاكشن اللي انا قاعده بسجل فيه، واخر إشي المبلغ، والمبلغ بيكون ديبت وكريدت. اوكي طيب خلينا نرجع نتذكر الترانزاكشن مع بعض. انا في عندي الشير هولدرز تبعون سوفت بايك استثمروا 15,000 كاش بالشركه ان اكستشينج فور اوردينري شيرز، واتفقنا انه الكاش زاد والشير كابيتال زاد. نبلش واحده واحده. الكاش زاد، هذا انا اول ما اقرا الترانزاكشن هذا اول إشي بفكر فيه، شو الحساب اللي تاثر؟ تاثر عندي حساب الكاش. اوكي ثاني إشي باجي بطلع هذا حساب الكاش شو نوعه من الحسابات. بليز امشي بالبروسيس زي ما انا بعلمك اياها. تاثر عندي الكاش، ثاني سؤال بساله لحالي الكاش شو نوعه من الحسابات. الكاش نوعه اسيت، الكاش نوعه اسيت زيه زي الانفنتوري زي الاكويبمنت زي السبلايز. اوكي فالكاش نوعه اسيت. ثالث سؤال بتساله لحالك حسابات الاسيت شو النورمال بالانس الها، يعني وين بتزيد وين بتقل. النورمال بالانس لحسابات الاسيت هو الديبت، معناته اذا بدي ازيدها لازم اسجلها في الديبت، واذا بدي اخفضها لازم اسجلها بالكريدت. هل هذا الترانزاكشن ادى لزياده الكاش ولا لانخفاضه؟ ادى لزياده الكاش، معناته انا لازم اروح اسجل الكاش بالديبت لاثبت الانكريز بحساب الكاش. فبروح بحكي ديبت كاش ب 15,000. فهمتوا كيف انا وصلت لهاي المعلومه؟ في حد عنده سؤال عليها؟ هيك الاناليسز اللي انت لازم تعمله في مخك. طبعا اول اشي يعني انت احنا بنمشي بيبي ستيبس، اول اشي هذا الموضوع بياخد منك وقت، ببلش معك انه كل اناليسز بده ياخد منك كل هاي الستيبس شوي شوي نقطة نقطة لحد ما توصل لهاي الموضوع. لكن بحب اطمنك انه الموضوع زي السواقة، شوي بعدين بصير تلقائيا انت بس تقرأ كاش عارف انه الكاش بيزيد في الديبت، مش راح تمشي بالبروسيس زي ما انا حكيتها هلا بهذا التفصيل الممل. اوكي راح تصير العمليه اسهل بالنسبه لك لانها بتصير الموضوع كومن، خلص تكرر معك الكاش كتير فانت عارف انه الكاش بيزيد في الديبت وبنقص بالكريدت، فمباشره بتروح بتسجله في الديبت. يعني شوي شوي بتصير عمليه التسجيل عليك اسهل. اوكي طيب ما بقدر انا احكي بس كاش واوقف، بدي اياك تتذكر انه اي ترانزاكشن بصير بالشركه له دول افكت على الاكاونتنج ايكويجن، معناته هو اتليست لازم ياثر على تو اكاونتس صح. في عندي حساب ثاني تاثر اللي هو شير كابيتال، انا لازم اي جورنال انتري لازم يكون له ديبت وكريدت، ولازم مجموع الديبت يساوي مجموع الكريدت. طيب شو الحساب الثاني اللي تاثر عندي؟ اتفقنا انه حساب الشير كابيتال زاد ب 15,000. طيب بدي ارجع اسال حالي نفس الاسئله، شو الحساب اللي تاثر عندي؟ حساب الشير كابيتال زاد ب 15,000. السؤال الثاني اتفقنا انك تسال حالك هذا الحساب شو نوعه؟ نوعه ايكويتي والنورمال بالانس له كريدت. ماذا يعني انه النورمال بالانس له كريدت؟ بيعني انه بيزيد بالكريدت وبينقص في الديبت. السؤال الأخير اللي رح أسأله لحالي، هل هذا الترانزاكشن اللي أنا قاعدة بسجل فيه أدى لزيادة الشير كابيتال ولا لانخفاض الشير كابيتال؟ أدى لزيادة الشير كابيتال، وبما إني أنا بدي أزيد هذا الحساب وهو النورمال بالانس إله كريدت يعني بزيد بالكريدت، أنا لازم أروح أسجله بالكريدت ب 15,000 لأثبت إنه حساب الشير كابيتال زاد عندي ب 15,000. لاحظوا كيف في عندي حساب زاد بالديبت وفي عندي حساب زاد بالكريدت. فبليز إلغي من راسك موضوع بلس وماينس، هلأ إحنا رح نبلش نحكي ديبت وكريدت. في عندي حسابات بتزيد في الديبت، في عندي حسابات بتزيد بالكريدت، والعكس صحيح، في حسابات بتقل في الديبت وفي حسابات بتقل بالكريدت.
حسب النورمال بالانس للأكاونت. أوكي؟ هذا هو الجورنال إنتري. صعب؟ صعب إنك أنت زي ما عملت أناليسز بشابتر 1 وحللت الحسابات اللي تأثرت تروح بس تعيد لي الموضوع وتسجل لي فقط الحسابات اللي تأثرت وتسجلها ديبت وكريدت بدل ما أنت تعمل أناليسز على تيبل زي ما إحنا عرفنا بشابتر 1. هذا اللي مطلوب منك حالياً. أورجيكم الترانزاكشن الثاني ولا بدكم تسألوني؟ طبعاً أنا لسه قاعدة بعطيك أمثلة، أنا لسه لا حليت لك أسئلة، رح أضلني أحلل لك أسئلة لحد ما تزهق حالك، أوكي؟ فأنا لسه قاعدة بعطيك مثال. I'm introducing you to the concept of recording. وشو يعني journal entry وكيف شكله؟ يعني أنا لسه عم بعطيك ألف باء، أوكي؟ طيب خلينا نشوف الترانزاكشن الثاني اللي صار عنا اللي أنا أصلاً شطبته. SoftBite إذا بتتذكروا غير إنهم أسسوا الشركة راحوا كمان راحوا كمان شو عملوا؟ راحوا اشتروا كمبيوتر إكويبمنت $7,000. طبعاً أنا هيك عملتهم على شكل 2 points لأنه إحنا دايماً نعطيك each transaction لحال. طيب they purchased computer equipment $7,000 cash. مين يذكرني هذا الترانزاكشن شو الإفك تبعه كان على الأكاونت بالأكاونتينج إكويجن؟ دكتور أنا أسب الـ 15,000 وزدنا بالإكويبمنت plus 15,000 7,000 أصدق؟ yes true اللي صار عنا لما إحنا اشترينا إكويبمنت إنه إحنا we sacrificed الكاش اللي معنا عشان بالمقابل نحصل على equipment مظبوط؟ معناته الكاش اللي بالشركة قل ب7,000 وزادت الإكويبمنت الشركة اللي بالشركة ب7,000 لأنه أنا رحت امتلكت كمبيوترات جديدة حطيتها بالشركة فانتقل رصيد الإكويبمنت عندي من 0 لـ7,000 فهو زاد. بالمقابل الكاش اللي عندي كان 15,000 لكن بعد ما اشتريت الإكويبمنت صار عندي فقط 8,000 لأني مسكت 7,000 من حسابي ودفعتهم لشركة الكمبيوتر مظبوط؟ معناته الكاش عندي قل. طيب كيف بدي أثبت هذا اللي صار عندي؟ I need to record it. لازم أثبت إنه صار في عندي إكويبمنت بالشركة ب7,000 وإنه الكاش اللي عندي اللي بالشركة قل ب7,000. بدي أمشي بنفس الستبس. هيني عملت أناليسز وأنا ليش حكيت لك مش راح أضلني أعيد وأزيد بالأناليسز لأني لما أعمل ريكوردينج كل ترانزاكشن راح أعمل له أناليسز زي ما بعمل هلأ. هاي أنا عملت أناليسز. السؤال الثاني اللي بتسأله لحالك حساب الإكوبمنت شو نوعه من الحسابات؟ بدك أنت تكون عارف إنه نوعه أسد. أوكي؟ طيب السؤال الثالث اللي بتسأله لحالك حسابات الأسد شو النورمال بالانس إلها؟ النورمال بالانس للأسد ديبت معناته هي بتزيد في الديبت وبتنقص بالكريدت. هل هذا الترانزاكشن أدى لزيادة الإكويبمنت ولا لنقصانها؟ أدى لزيادة الإكويبمنت فلازم عشان أثبت إنه الإكويبمنت زادت لازم أحطها في الديبت سايد فرح أحط إكويبمنت بالديبت ب7,000. أوكي؟ طيب باجي على الحساب الثاني. الحساب الثاني اللي تأثر عندي الكاش. الكاش قل ب7,000. طب بدي أسأل حالي next question الكاش شو نوع من الحسابات؟ أسد. Third question الأسد شو النورمال بالانس إلها؟ الديبت معناته بتزيد في الديبت وبتنقص بالكريدت. طيب هاد الترانزاكشن أدى لزيادة الكاش ولا لنقصانه؟ أدى لنقصانه. بما أني بدي أخفض الكاش معناته لازم أحطه في جهة عكس اللي بزيد فيها. هو بزيد في الديبت وين بده ينقص؟ بالجهة الثانية اللي هي الكريدت. أنا ما عنديش إلا جهتين فرح أحط الكاش بالكريدت 7,000. ليش حطيت الكاش بالكريدت؟ عشان أثبت إنه نقص. لا يعني إنه الكاش زاد. الكاش نقص ب7,000. طيب الكومن ميستيك اللي الطلاب بضلهم يخربطوا فيها بجننون وهم يسألوا عنها إنه يا دكتورة أنت حكيتي لنا إنه الكاش النورمال بالانس إلو ديبت كيف أنت قاعدة بتحطيه بالكريدت؟ يا جماعة لما أحكي لك النورمال بالانس إلو ديبت معناته هو بزيد في الديبت بس في حسابات بتحتمل زيادة ونقصان زي الكاش. في حسابات بصيرش عليها إلا حركة بنفس الجهة
يعني مثلا عادة الريفينيو بالشركة دائما بزيد ما بقلش، يعني كل ما أبيع بده يتسجل عندي ريفينيو. فرح تلاحظ إنه معظم كل الحركات فعليا اللي أنت بتاخدها بأكاونتينج وان على الريفينيو رح تكون بالكريدت سايد، لأنه هو بزيد بالكريدت. أوكي؟ لكن في عندي حسابات زي الأسيت سوري زي الكاش بتزيد وبتنقص، أنا بحط بالكاش وبسحب منه. صح هو النورمال بالانس إلو ديبت، لكن إذا تخفض لازم أثبت هذا الانخفاض. فهو النورمال بالانس اتميز وين بزيد، لا تعني إنه محرم عليه يروح على الجهة الثانية. أوكي؟ فالنورمال بالانس اتميز وين هو بزيد. فلما أنا بدي أزيده بحطه بالنورمال بالانس، لكن لما بدي أخفضه بخفضه بالجهة المقابلة الثانية اللي هي عكس النورمال بالانس اللي هي الكريدت. أوكي؟ بحالة الكاش. فلاحظ أنت في قدامك مثالين على أنه كيف نفس الحساب بيحتمل يكون ديبت وبيحتمل يكون كريدت، حسب هل هو زاد أو هو قل وحسب وين النورمال بالانس تبعه. أوكي؟ كمان مثال قدامك أنه في عندي حساب زاد بالديبت وفي عندي حساب زاد بالكريدت، هذا كله بيعتمد على وين النورمال بالانس للأكاونت، عشان تلغي من راسك فكرة إنه ديبت تعني زيادة وكريدت تعني نقصان أو العكس. لاحظ إنه في عندك حساب زاد في الديبت اللي هو الكاش، سوري إني حركته، في عندك حساب زاد بالكريدت اللي هو الشير كابيتال، في عندي حساب أسيت زاد وبنفس الترانزاكشن في عندي حساب أسيت تاني قل. أوكي؟ ف اطلع لي من فكرة بلس و ماينس، اطلع لي من فكرة إنه ديبت اتمين إلي وكريدت اتمينز علي، لا وميز بين ديبت اللي فيها اي وديبت اللي ما فيهاش اي. اوكي، ديبت وكريدت اللي احنا بنحكي عنها هون هي التو سايدز للجورنال انتري. دكتور عادة سعيد ونقصان بيرتبط بالنورمال بالانس تبع الاكاونت. اوكي دكتورة، تفضل. بالنسبة للإكويبمنت هلا أنا بتاريخ إنه اشتريتهم مثلاً باثنين سبتمبر، أوكي؟ 1/9 اشتريناهم نفس التاريخ، عشان هيك إحنا مش حاطين تاريخهم. والكاش نفس الشيء تحتها ولا لازم أحط التاريخ كمان مرة؟ التاريخ بينحط مرة واحدة للإنتري زي ما هو مكتوب هون، يعني 1 سبتمبر بتعني إنه هذا الجورنال إنتري كله صار بواحد سبتمبر. هلأ هم هون ما حطوا تاريخ مرة تانية، لكن أنا لو مكانهم ممكن أحط عادي. ما حطوا تاريخ مرة تانية لأنه نفس التاريخ، يعني بتضلني أنا حاطة 1 سبتمبر لحد ما أنا يجي عندي الديت يتغير. افرض اجيت ب 2 سبتمبر وصار في عندي ترانزاكشن بكتب سبتمبر 2، بعدين صار في عندي 4-5 ترانزاكشن بسبتمبر 2، ما في داعي أرجع أكتب التاريخ لأنه خلص ورا بعض معروف أنه هدول نفس التاريخ، برجع بكتبه لما يتغير. لكن الأسلم عشان اللي بتطلع ما يفكرك ناسي تكتب التاريخ، دائما اكتب التاريخ، حط سبتمبر 1 بس. حلو. المحاسبين عشان يريحوا حالهم خلص بكتبوا التاريخ اول مره بعدين بكتبوا لما يتغير. طب دكتور ايش هاي الار اف اي الار اي اف؟ عفوا ريفرنس، انا كنت راح احكي عنها كمان شوي، هي الريفرنس. بس انا خليني اول شيء هلا راح احكي لكم شو هي، لكن خليني اول شيء اتاكد انه انتم فاهمين الديبت والكريدت والجورنال انتري وشو يعني وشو نورمال بالانس. كان في ريني يمكن او حدا تاني عندي. رين سوري. هلا بدي اشوف اذا فاهمي صح، انه بقدر اعتبر انه اي اشي assets expenses و dividends اذا زاد بيكون debit، اذا قل بيكون credit، والباقي اذا زاد بيكون credit واذا قل بيكون debit. يس، انت لازم تعتبري هيك، مش بتقدري تعتبري هيك، انت لازم تعرفي انه الحسابات اللي نورمال بالانس الها debit يعني اللي بتزيد في الديبت هي الأسيتس بأنواعها، الإكسبنسز بأنواعها، والديفيدنس. الأسيتس بأنواعها بعني كاش، إكوبمنت، أكاونت ريسيبابل، إنفنتوري، سبلايز، وكل نوع أسيت إحنا رح ناخده جديد. إكسبنسز بأنواعها بعني رنت، إنشورنس، سالاريز، إكسبنس، إنترست إكسبنس، كل الإكسبنسز. فيس يا رين، لازم أنت تعتبري هيك. أوكي تمام. أوكي؟ طيب إذا ما حدا عنده سؤال تاني برجع لسؤال الريفرنس. مش مطلوب منكم تعملوا ريفرنس، يعني هذا الكولوم أصلاً إحنا ما بنكون حاطينه بالإجابات.
لكن هذا الريفرنس يستخدم عشان أحط رقم لحساب. يعني أنا حساب الكاش عندي، خليني أورجيكم مثال. حساب الكاش عندي رقمه 101، رقمه يعني الريفرنس نمبر إله، زي كيف أنت إلك رقم جامعي، الريفرنس نمبر لهذا الأكاونت بحسابات الشركة رقمه 101، الشير كابيتال رقمه 311، فالريفرنس هو كولم مخصص عشان أحط فيه رقم الحساب، عشان لما أنا أعمل بوستينج، هلأ رح أعلمك شو يعني بوستينج، أسهل على حالي عملية البوستينج. اوكي، لكن انت هون بالاكاونتنج 1 مش مطلوب انك تعمل ريفرنسنج للحسابات. فعليا انا مثلا اشتغلت بشركه عدد الحسابات عندنا قليل، يعني كان دربت عندهم ما كنا نستخدم ريفرنسز، خلص عندي حسابات واضحه شو هي، دمام مدينه لان كانت شركه تشتغل بالعربي، دمام مدينه، دمام دائنه، سبلايز، حساب البنك العربي، حساب بنك الإسكان، خلاص معروف شو اسم الحساب، ما فيش داعي إني أحط reference number، ما كناش نسجل أرقام الحسابات. لكن كل ما كان عندك عدد حسابات أكبر، references بيسهل لك عملية ترحيل الأرصدة تبعيتك، اللي أنا رح أشرح لكم هلأ شو يعني. لكن أنتم مش مطلوب منكم تعملوا references، حتى لما يجي أنت عندك لما تبلش تعمل quizzes وامتحانات ما رح تلاقي كولوم فاضي لخانة الريفرنسز أصلا. طيب عملت جورنال انتري، سجلت هادول الترانزاكشن اللي صاروا عندي بالشركة. السؤال اللي انت المفروض يخطر في بالك، وين أنا بسجلهم؟ بسجلهم بريكورد اسمه جورنال، عشان هيك هم اسمهم journal entries، لأنهم تابعين لدفتر اسمه journal. هذا الريكورد اللي اسمه journal باختصار زي كأنه بحكي لك الفاينانشال ستوري تبعيت الشركة. أصلاً أنت لما تطلع عليه شو رح تلاقي؟ 1 سبتمبر صار عندي investment by shareholders، وباي ذا واي إحنا journals عادة نكتب لهم ميمو، يعني نكتب لهم إيضاح. يعني لما أنا أكتب debit كاش وكريدت شير كابيتال، بكتب انه هدول بيمثلوا investment by shareholders بالشركة مثلا، هذا هو الإيضاح. بس انتو برضو مش مطلوب منكم بأكاونتينج 1 تكتبوا explanation، مش مطلوب، مطلوب منكم تكتبوا إيضاح. ففعليا الجورنال بيعطيك الستوري تبعيت الشركة، لكن الفاينانشال ستوري طبعا. باجي بكتب بواحد سبتمبر انا shareholders invested 15,000، برضو بواحد سبتمبر اشترينا equipment ب7,000، باثنين سبتمبر ما صار عندي اشي، ثلاث سبتمبر اشتريت supplies ب$1,000، بخمسة سبتمبر we provided service للكاستمر وسجلنا cash و revenue. اوكي، بعشرة سبتمبر دفعنا الرنت. لاحظ انا I'm telling you الستوري تبعيت الشركة financially، شو فات علينا وشو طلع منا وشو تغير عندي بالالتزامات وبالريسورسز تبعون الشركة، صح؟ ففعلياً الجورنال بيكون مسجل بترونولوجيكال أوردر، يعني بترتيب زمني كل الترانزاكشن اللي صارت بالشركة، واضح؟ زي كيف هدول كانوا مسجلين، كمل عليهم سبتمبر 2 سبتمبر 3 وإلى آخره. طيب أنا بدي أسألك، افرض إجا مدير الشركة حكالي أعطيني البالانس تبع الأكاونت ريسيفابل أو البالانس تبع الكاش بتاريخ 31/12، أنت بدك تروح على الجورنال انتريز اللي مسجلهم بالريكوردز تبعونك واحد واحد وتبلش تجمع وتطرح وتشوف. طبعاً راح يكون في عندك مئات الترانزاكشنز، في عندك مئات الانتريز، في انتريز راح يكونوا تأثروا بالكاش وانتريز لا، يعني ممكن أنا بين كل 10 ترانزاكشن ألاقي ترانزاكشن واحد بيعني لي، أبلش أجمع وأطرح وشوف مجال الخطأ قديش. هل أنت شايف إنه هاي اللي process efficient؟ أكيد لا، معناته في طريقة تانية أنا أبين أرصدة الحسابات واحد واحد، صح؟ وتكون جاهزة دايماً وعندي up to date. عشان هيك after recording the transaction بالjournal entry انت لازم تعمل كمان ستيب اسمها بوستينج.
هاي الستيب تبعيت ريكوردينج جورنال انتري اسمها جورنالايزنج لانها بتصير بالجورنال. السكند ستيب اللي انت لازم تعملها عمليه البوستينج. عمليه البوستينج خليني اورجيك اياها، هي عمليه ترانسفيرينج جورنال انتريز تو ليدجر اكاونت. خليني افهمك ايش يعني ليدجر. الليدجر فعليا هي بيكون individual، كل individual account إله ريكورد لحاله. يعني الجورنال بيكون في عندي ريكورد لكل transaction اللي صارت. الليدجر لا، بحكي لك أنا كل account رح أخصص له صفحة لحال، زي شايف هون الكاش إله صفحة، supplies إله صفحة، اللاند إله صفحة، الإكويبمنت إله صفحة، الانترست بايبل صفحة، الرنت اكسبنس صفحة، السيرفيس ريفينيو صفحة إلى آخره. طبعا صفحة أنا بس عشان أميز لك إياها، إنه تخيل قدامك دفتر كل حساب له صفحة لحال، أوكي؟ لكن أنا لو بسجل بالجورنال كل ترانزاكشنز راح يكونوا وراء بعض بالترتيب الزمني حسب التاريخ تبعهم. لكن الليجر بيعمل لك لكل أكاونت صفحة لحال، ولما أنت تيجي تسجل جورنال تيجي مباشرة بتعمل له بوستينج على الحسابات اللي تأثرت بهذا الجورنال. يعني خلينا نشوف الترانزاكشن اللي احنا سجلناه قبل شوي. هذا الجنرال جورنال اللي انا وين بكون مسجلته؟ بالريكورد اللي اسمه جورنال، اوكي؟ الليجر بكون كل اكاونت له انديفيدوال ريكورد لحاله، فانا رح يكون في عندي انديفيدوال ريكورد للكاش وعندي انديفيدوال ريكورد للشير كابيتال. هدول هم الحسابات اللي تاثروا بهذا الترانزاكشن، هم الحسابات اللي بيعنوا لي. فأنا لما أجي أحكي الكاش increased ب 15,000 بروح على الريكورد تبعون الكاش اللي بيكون فيه فقط الحلقات اللي متعلقة بالكاش، أوكي؟ وبروح بقول بلس 15,000 بالديبت، بيطلع البالانس تبع الكاش تبعي 15,000، أوكي؟ الحركة الثانية اللي صارت عندي بهذا الجورنال إنه الشير كابيتال انكريزد بالكريدت ب 15,000، بروح على السيبرت ريكورد تبع الشير كابيتال وبروح بسجل إنه في عندي حركة كريدت على الشير كابيتال ب 15,000، البالانس صار 15. خليني أكمل معك، شو الترانزاكشن الثاني اللي صار عندي بسبتمبر 1st؟ إذا بتتذكروا اشترينا إكويبمنت ب 7,000 ودفعنا حقها كاش، فكان عندي ديبت إكويبمنت وكريدت كاش. حط لي الإكوبمنت على جنب، بعمل لها بوستينج later on. خليني مركزة بالكاش. الكاش شو صار فيه بالسكند جورنال اللي صار عندي؟ قل ب7,000. تعال اعمل له بوستينج على نفس الأكاونت طبعاً اللي هو حساب الكاش، رح تيجي عندي حركة كريدت ب7، بصير عندي البالانس تبع الكاش 8,000. لاحظت كيف أنت بصير عندك up to date balances لإيش أكاونت عندك موجود بالشركة؟ هيك أنا لو إجا المدير كمان مرة إذا صحتي تبعيت 7,000 كاش. هلأ مش إحنا كنا عاملين بوستينج لأول حركة ب 15,000، بعدين صارت عندي الحركة الثانية اللي هي 7,000 تخفض الكاش لأني اشتريت كمبيوتر، صح؟ طيب فأنا عندي الكاش الكريدت ب 7,000، تعال اعمل بوستينج لهاي الحركة. كنت أنت رح تروح تسجل الكريدت 7,000، لما تيجي تحسب البالانس، ما احنا البالانس بنطرح الديبت والكريدت، اوكي؟ اعتبرها بلس وماينس، يعني زي ما تقول بقول 15 ماينس 7 بطلع عندي 8,000. فهيك لو اجى المدير حكى لي قديش البالانس تبع الكاش، انا مش مضطره ارجع كل الجورنال انتريز، بروح بفتح صفحه الكاش اللي بالليجر وبحكي له البالانس تبع الكاش عندي 8,000 دولار، اوكي؟ طبعاً ولو عندي 2 transactions ولو عندي 100 كله بنفس الطريقة. فهاي هي عملية البوستينج اللي هي عملية transferring للترانزاكشن اللي صارت عندي بالجورنال انتري للليجر أكاونت. الليجر أكاونت زي دفتر الأستاذ العام وأبصر إيش زي هيك؟ بس أنا بحبش أعطيكم هاي المسميات لأنها انقرضت نوعاً ما صراحة. دكتور رايا أخذت أنا بتوجيهي. هي هاي المصطلحات شوي يعني ما حدا بيستخدمها. جورنال وليجر، اوكي؟ لكن دفتر يوميه واستاذ عام يس، بس احنا بطلنا نستخدمهم صراحه هدول الا اذا رحت اشتغلت يعني نوعا ما بشركه الريكوردز تبعونها بالعربي وبتستخدم
خاصة مثلاً بالشركات الحكومية أو بالمؤسسات الحكومية ممكن تلاقي هذا الحكي. لكن يس يومية وأستاذ عام يس ترو، هاي هي المسميات اللي إحنا بنستخدمها. إحنا هون بدي إياك تحفظهم journal ledger، journal وledger. أوكي الledger فيه separate record for each account، الجورنال هو فيه الترانزاكشن اللي صارت بالشركة بترتيب زمني. أوكي وضحت لك الفرق بيناتهم. طيب المفروض هلأ أنت تسألني ترجع أورجيك أنا أحسب الأرصدة. بس سؤال بس معلش أشرح كيف أحسب الأرصدة بس عشان ما أقطعش الفكرة تبعيتي. هلأ كل حساب موجود بالليجر عادة إحنا بنمثله بتي أكاونت. ليش اسمه تي أكاونت؟ لأنه بيكون على شكل حرف تي زي ما أنتوا شايفين قدامكم. أوكي هيو لاحظين كيف تي. هلأ كل أكاونت إحنا عادة بنكون قاسمينه هيك بالنص، بنحط اسم الحساب فوق، بنحط الجهة الشمال اسمها ديبت والجهة اليمين اسمها كريدت. أوكي نيجي بنعمل بوستينج للترانزاكشنز اللي صاروا. ترانزاكشن 1 أدى لزيادة هذا الحساب 10,000، ترانزاكشن 2 أدى لحركة كريدت ب 3,000. طبعا أنا غلط أحكي لك أدى لزيادة، أنا بس مفترض أنه كاش لأنه ممكن يزيد بالكريدت، فأنت المفروض تصلحني لو أنا أحكي هيك. لكن أنا قاعد بفترض أنه هذا الحساب كاش بس عشان أسهل عليك العملية. فأنا إجتني حركة ديبت ب 10,000، ترانزاكشن 2 صار في عندي حركة كريدت ب 3,000. كله هذا أنا قاعد بعمل له posting after recording the journal entry. Transaction 3 صار عليه حركة debit ب8,000. هدول الترانزاكشن من وين بيجوا؟ زملائكم سألوني، بيجوا من الجورنال entries اللي أنا عملتهم. بصير عندي transaction بسجل journal entry بعدين بعمل posting على التي account بالledger. أوكي فأنا في قبل ما أنا أعمل هذا التي account في عندي عملية journalizing صارت. طيب السؤال اللي أنا بدي أحكي كيف أحسب البالانس؟ كتير سهل عملية حساب البالانس. أنا ما بحب كيف هناك كان after each transaction في عندي بالانس، بحب تحسب البالانس بطريقة التي أكاونت أسهل من هذيك الطريقة. بجمع الديبت سايد وبجمع الكريدت سايد وبطرحهم من بعض وبحط الرصيد بالجهة الأعلى. يعني بدي أحكي 10 بلس 8 18,000، هون ما عنديش إلا 3,000 فمعناته هون فقط 3,000. بقول 18 ماينس 3 15,000، وين لازم أحطها؟ بالجهة الأعلى اللي هي جهة ال 18، فرح أحط 15 في الديبت سايد. هيك بحسب البالانس. خليني أعطيك مثال تاني. أنا عندي بهذا الأكاونت صاير عندي حركة ديبت ب 10,000 وحركتين كريدت، واحدة ب 3 وواحدة ب 8. بجمع الكريدت سايد 3 و 8 11، الديبت سايد ما عنديش إلا حركة واحدة معناته 10,000. بقول 11 ماينس 10 بطلع عندي 1,000. وين بدي أحط الألف؟ بالديبت ولا بالكريدت؟ كريدت. بالكريدت لأنه هو الجهة الأعلى، رح يكون عندي البالانس تبع هذا الأكاونت. أوكي هدول التي أكاونت they represent الريكوردز بالليجر اللي كل حساب بيكون الحركات اللي صارت على الحساب تترحل أول بأول بعد ما أنا to record each transaction through journal entries. أوكي يا شباب. طيب إذا في عندي حساب كل الحركات عليه كانت بجهة واحدة فقط بجمعهم مع بعض وبحط البالانس بنفس الجهة، يعني it's not a big deal. لكن بما أنه في عندي حركات بالديبت وفي حركات بالكريدت معناته الحساب تعرض لحركات زيادة وحركات نقصان، فلازم أطرحهم من بعض لأوصل للبالانس. أوكي؟ لأنه لو كلهم زيادة كان كلهم كانوا بنفس الجهة، لو كلهم نقصان كان كلهم كانوا بنفس الجهة، صح؟ لكن بما أنه في إشي ديبت وفي إشي كريدت معناته هو زاد ونقص، عشان هيك أنا بطرحهم من بعض. تمام يا شباب؟ هيك انت بتحسب بالانس بالتي اكاونت. بتخليني انا اورجيك يعني انه انا ما في اشي انا ما حكيت لك اياه. هاي اكاونت ديبت سايد والكريدت سايد الدبل انتري سيستم، مينز انه لما انا شرحت لك انه كل حساب رح ياثر اتليست على تو اكاونت، رح يكون في عندي ديبت وكريدت.
لازم لما تسجل تراعي انه في عندك طرفين، عشان هيك اسمه دبل انتري سيستم، لانه في عندي تو سايدز راح يتاثر، واحد ديبت واحد كريدت. Each account must affect at least two transactions. Okay? فهو رح يأثر على two accounts or more to keep the accounting equation balanced. أنا كل هذا الحكي حكيت لك إياه. هذا اسمه double entry system bookkeeping عادة بسموه. Double entry system. لازم الديبت يساوي الكريدت زي ما أنا وضحت لك. Okay? هاي التي account كيف تنحسب. لكن أنا شرحت لك العملية كيف بتصير. يعني أنا مثلاً مو حابة إنه كيف السلايد، أول شيء بشرح لك البوستينج بعدين بشرح لك الجورنالايزينج. طب ما هو الجورنالايزينج بصير قبل البوستينج، فأنا شرحت لك الجورنالايزينج بعدين رجعت لك للبوستينج. هدول السلايدات كلهم بيحكوا عن النورمال بالانسز، وأنا اللي شرحت لك إياهم بجملة واحدة إنه أسد إكسبنسز آند ديفيدنس النورمال بالانس إلهم ديبت، عدا هيك كل حسابات إلهم النورمال بالانس كريدت. أوكي، هذا السلايد انا ما شرحته لاني انا حكيت لك انه الفاينانشال ستيتمنت انا راح اشرح لك اياها ليتر اون، فهذا الحكي هذا السلايد انا راح اشرحه لما اشرح الفاينانشال ستيتمنت. لاحظ كم سلايد صاي حاطط لك عن نورمال بالانسز، وانا بقول لك بختصر لك اياهم بجمله واحده. برضو هذا براكتس على النورمال بالانسز، انت تتدرب عليه. اوكي، هذا الحكي هذا السلايد انا حكيت لكم انه انا لازم to record according to evidence ولا لا؟ يمكن ما حكيت بشعبتكم، دائما انا بحب اراجع السلايد عشان اتاكد انه ما نسيت اشي. طيب هلا انا محاسب قاعده بالشركه، اجى مدير المبيعات حكالي سجلي عندك احنا بعنا ب 5000 دينار، شو اعمل؟ شو رايكم اعمل؟ اروح اسجل جورنال انتري واثبت انه في بطلب ايفيدنس فاتوره؟ يس، بطلب ايفيدنس. ان شاء الله مدير الشركه، ان شاء الله صاحب الشركه حكى لي سجلي عندك، بقول له اعطيني ايفيدنس، اعطيني سبورتنج دوكيومنت تثبت الحكي اللي انت قاعد بتحكي. بده يروحني من الشركه يروحني، بس انا ما بسجل وبعدين يحكوا لي انت قاعده بتعملي فرود بالاكونت. لازم يكون عندك ايفيدنس. أول إشي لازم يكون عندك evidence لتثبت إنه هذا الترانزاكشن صار، لازم يكون عندك evidence لتثبت إنه المعلومة انعطت لك صح. طب هو افرض أعطاك رقم تقريبي، قال لك بعنا بخمسة آلاف، لما إجتك الفاتورة اكتشفت إنه باعين بأربعة آلاف وتسعمية وتسعة وتسعين، هاي الدينار من وين بدك تغطيها؟ مش الفكرة إنك تحطها بين جيبتك، الفكرة إنه رح يصير عندك خلل بالحسابات تبعونك، رح يبطل أرصدة الكاش مطابقة للأكاونتينج ريكورد، وهات عاد شوف المشكله وعالجها. اوكي، فلازم يكون في عندي ايفيدنس. طب انا لما اجي اسجل افرض هاي المبيعات كانت بالدين، طب مش بدي اعرف على اي كاستمر اسجل هذا الدين؟ طيب ما هو اذا انت مش معطيني الفاتوره اللي فيها اسم الزبون كيف بدي اعرف على مين اسجلها؟ اوكي، فدائما لازم انت يكون عندك سبورتنج دوكيومنت او ايفيدنس عشان انت تسجل اي ترانزاكشن بصير عندك باختلاف أنواعها. ممكن تكون فاتورة مبيعات invoice، ممكن تكون check، ممكن تكون فاتورة كهرباء بل مثلا عقد أجار. مثلا إذا أنا بدي أسجل interest اللي نازلة على حسابي بالبنك، ممكن تكون إشعار البنك أو البنك statement، حسب شو نوع evidence. المهم إنه يكون في عندي evidence لهاي transaction، إحنا بنسميها supporting document عادة. وأصلاً الترانزاكشن اللي أنت بتعملها usually you file it، يعني بتفايلها عندك، خاصة إذا ترانزاكشن متعلقة بالبنك فبتفايل معها supporting document تبعيد. اتفقنا على هذا الحكي؟ طيب شرحت لك أنا شو يعني journal، وشرحت لك إنه لازم يكون في ترتيب زمني وليش هو لازم نسجل، عشان لازم نثبت إنه الترانزاكشن اللي صار should be recorded عشان نثبت الإفكت تبعه على الأكاونتينج إكويجن. بيعطيني ترتيب زمني وعادة بيساعدني to locate the errors، بس مش خلص شرط إنه ما عندكيش error إذا أنت الديبت بيساوي الكريدت. صح بيساعدني to locate the errors، بس لا يعني إنه خلص معناته الريكورد تبعوني 100% صحيحة إذا الديبت بيساوي عندي الكريدت، لأنه ممكن أكون حاطة حساب على حساب زي ما شرحت لكم بالمحاضرة الماضية. أوكي، اتفقنا؟
آخر إشي بدي أحكي لكم يا إنه اللي أنا بحكي أول مرة أنت ممكن تكون بتسمع فيه، خاصة إذا أنت تخصصك مش بزنس. أنا اللي طالبيته منك، اللي طالبيته منك إنك أنت بنسبة 30-50% تكون لقطت مني شو بحكي، مش طالبة منك 100%. إذا أنت وحاس حالك واصل لمية بالمية ممتاز، لكن أنا هذا الحكي اللي بحكي كله رح أرجع أعيد وأزيد فيه لدرجة أنت رح تزهق منه. فشوي شوي النالج تبعيتك رح تبلش تزيد، يعني رح تبلش أنا قد ما رح أعيد لك إنه كاش وزاد في الدبت وكاش وزاد في الدبت، أنت نفسك رح تزهق كلمة كاش ورح تزهق كلمة دبت. رح أضلني كل ما يمرق معي ترانزاكشن أعمل لك نفس الأناليسز وأشرح لك بنفس الطريقة لدرجة أنت رح تصير حافظ النورمال بالانسز أكتر من اسمك. فمش مطلوب منك تطلع من هاي المحاضرة فاهم كيف تعمل جورنال انتري بنسبة 100% ولا حتى 70%. أنا قابل ب 30% يا سيدي، أوكي؟ لكن يعني أتليست افهم إنه في إشي اسمه نورمال بالانس، اعرف انه في حسابات بتزيد في الديبت وفي حسابات بتزيد بالكريدت، يعني تطلع بفكرة على الأقل من اللي أنا حكيته، أوكي؟ طيب حد عنده سؤال لحد هون؟ يعني بدي أحكي لك هاي المعلومة، مش أنا مش كتير يعني بركز عليها، لكن الانتريز تبعونا بتسموا simple entry أو compound entry حسب عدد الأطراف فيهم. هذا الانتري اسمه simple entry لأنه بيحتوي فقط على two accounts cash و share capital، لكن الانتري هذا اسمه compound entry لأنه فيه more than two accounts، فيه three accounts إذا أنت ملاحظ. فالcompound entry هو الانتري اللي بيحتوي على أكثر من حسابين. خلينا نحل هذا السؤال اللي مكتوب قدامنا، بدي أنا ألغي الحل وبدنا نحله مع بعض، أوكي؟ بجولاي 1st Thai company purchased a delivery truck costing 420,000. أنا بحب أنت تقرأ الترانزاكشن تبلش تحلله بمخك واحدة واحدة قبل ما أنتقل لآلية الدفع. خلينا بأول نص، اشترينا ترك. الترك شو نوعها؟ بتتسجل وين وعلى أي حسابات بتتسجل؟ الأسيتس. الأسيت، إكسلنت. مين اللي جاوب؟ أنا نديم. إكسلنت يا نديم، بالضبط. الترك هي فيكل، الترك فيكل يعني مركبات. هلأ كتابكم فعلياً بسجل لك الترك والكارز وهيك، بسجلهم على الإكوبمنت. أنا صراحة ما بحب هاي التسمية، عشان هيك إذا أنت سميت لي إياها ترك، سميت لي إياها فيكلز، سميت لي إياها إكوبمنت زي الكتاب، مقبولة منه. لكن للأسف نظراً إنه الامتحان محوسب، إذا إجاك ترك وما عندك بالخيارات إلا إكوبمنت، أنت بدك تحطها إكوبمنت. لكن أنا فعلياً لو إنه الامتحان ورقي، أنا كنت رح أطلب منك تكتب لي إياها فيكلز، لأنه الترك تنحط على الفيكلز ليس على الإكوبمنت، إلها كاتيجوري لحالها اسمها فيكلز، إلها اسمها مركبات. لكن كتابكم يعني عشان يسهل عليكم بدهوش يعمل لك كتير كاتيجوريز، راح سجل لك إياها على الإكوبمنت، على المعدات. ما عندي مشكلة، أوكي؟ فالترك المهم، يعني أكتر نقطة بتهمني تكون عارف إنه الترك أسيت، الترك أسيت. طيب بما اني اشتريت أسيت اسمه ترك واتفقنا انه بدنا نسجله على الإكوبمنت، شو صار بالإكوبمنت اللي بالشركة لما انا اشتريت ترك اللي احنا معتبرينها من ضمن الإكوبمنت؟ الإكوبمنت اللي بالشركة زادت، صح؟ معناته لازم انا اروح ازيد الإكوبمنت بقيمة الـ 420,000 اللي هي الكوست. according للكوست principle we record everything بالكوست اللي اشتريناها، صح؟ we record الأسيت تبعونا بالاكتوال كوست اللي اشتريناها. فانا اشتريت هاي الترك ب 420,000 دولار، فراح يزيد عندي الاكوبمنت ب 420,000 دولار. مين يحكي لي لازم اسجل هاي الاكوبمنت بالديبت ولا بالكريدت؟ ديبت. ديبت ليه؟ لانها اسيت، والاسيت بتزيد في الديبت، والاكوبمنت عندي زادت، فانا لازم اروح اسجل ديبت اكوبمنت ب 420,000. حد عنده خلاف على أول نقطة؟ كثير غالي دكتورة بس.
ما هو أنا مش فاهمة هاي الأنتي شو يعني، يمكن تكون عملة يعني مش ولا بد. أوكي فمش عارف الأنتي شو يعني. أوكي فيس غالية صراحة. طيب شكله المحاسب حط جزء بجيبته، شو بدنا نسوي عاد الله يسامحه. تمام ف 420 ألف بالديبت الإكوبمنت، هاي المفروض مش مختلفين عليها. نيجي على النص الثاني اللي خلى هذا الانتري يكون عندي كومباوند مش سيمبل، يعني راح يكون في عندي كمان حسابين اتليست. ات بيز اللي هي شركه تساي، they paid $240,000 cash and agrees to pay the remaining اللي هم 180,000 اللي هو 240 minus 420 بطلع عندي 180. ضلها on account، ضلها دين عليهم. طيب معناته أنا في عندي كمان حسابين رح يتأثروا. أول حساب اللي هو الكاش رح يقل عندي ب 240,000 صح؟ وتاني حساب مين يحكي لي شو هو؟ كريدت دكتورة. مش ما سمعتش. أكاونت بيبل، إكسلنت بالضبط. الأكاونت بيبل اللي هي الديون اللي على الشركة رح تزيد لشركة التركات هذه، رح تصير أنا مديونة لشركة التركس بقيمة 180,000 دولار، وإحنا اتفقنا أن الديون اللي على الشركة تتسجل بحساب الأكاونت بيبل، بما أنه مش حاكي لي موقع مش موقع معناته أكاونت بيبل. أوكي؟ معناته الأكاونت بيبل اللي هو ديون الشركة زادت، مش تقول لي قلت بموتك. أنا صرت مديونة، معناته ديوني زادت لشركة التركات، مظبوط؟ معناته الأكاونت بيبل بده يزيد ب 180 والكاش بده يقل لأني دفعت لهم ب 240. طيب نيجي لأول واحدة اللي هي الأسهل. الكاش شو نوعه من الحسابات؟ assets. الأسد بتزيد في الديبت، وين بتنقص؟ بالكريدت، لأنه النورمال بالانس إلها ديبت. بما أني أنا بدي أخفض الكاش لأني أنا دفعت كاش، لازم أسجل الكاش بالكريدت 240,000. فأول نقطة عندي كاش كريدت 240,000. حد عنده خلاف على هاي قبل ما أكمل؟ طيب هل القيد، القيد يعني الانتري، هل الانتري عندي بالانسد؟ لا لا لسه. قديش ضايل له؟ ضايل له 180,000 بالكريدت ليصير بالانسد. فهاي هنت إلك لتعرف تكمل السؤال. فأنا لازم يكون في عندي كمان كريدت ب 180. شو الحساب اللي هو حساب الاكاونت بيبل؟ لانه ضلوا دين علي، فراح يكون عندي كمان كريدت ب 180,000. ليش انا حطيت الاكاونت بيبل بالكريدت مع انه بده يزيد؟ انا غلطت ولا صح اللي عملته؟ لا صح، لانهم دين، زيد لانهم لايبيليتي. لايبيليتي، وشو النورمال بالانس لللايبيليتي؟ كريدت. كريدت معناته هم بيزيدوا بالكريدت. فأنا لما سجلت account payable بالcredit معناته I increased my liability ب 180,000. بالمقابل لما أنا سجلت الequipment بالdebit معناته أنا زدت الequipment ب 420,000. الكاش هون قصته مختلفة، الكاش قل لكن هو النورمال بالانس إلو debit، حطيته بالcredit لأثبت الانخفاض برصيد الكاش. أوكي يا شباب؟ أوكي. هذا عنده سؤال؟ إذا ما عندكم سؤال يعطيكم العافية، ننهي المحاضرة، نشوفكم بكرة إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا رب. إيه دكتور، بس بدي أسأل. تفضل. إيه إذا حيكون عنا كويز أو إشي رح تحكي لنا قبلي صح؟ آه طبعاً، أنا بعتمدش على سياسة المفاجآت، بخبركم بالمحاضرة وببعت لكم إيميل، وكمان يوم الكويز ببعت لكم ريمايندر الا اذا نسيت لا سمح الله، لكن قال لي اي بروميس يو اني راح احكي بالمحاضره وراح ابعت ايميل. عدم تشيكك على الايميل مسؤوليتك، انا كل طرق تواصلي معك من خلال الايميل، حتى مثلا لو فيش محاضره بدي الغي انا بخبرك من خلال الايميل، فدائما خليك تشيك على ايميلك. فطبعا انا بخبر، انا ما بعتمد على سياسه المفاجاه لاني انا مش هدفي انكم تجيبوش علامات، بالعكس انا بحب انكم تجيبوا علامات. اوكي اوكي ثانك يو. اهلا دكتوره. والكويز بيكون بموعد المحاضره صح بنفس الوقت؟ لا، يجوالي الكويزز بتكون in the evening،
لأنه أنا عندي ثلاث شعب وأنتوا الثلاثة رح تمتحنوا نفس الكويز عشان نضمن العدالة. فإحنا we will agree on a time. أنا usually بعمل voting إذا شفت إنه يعني أول مرة ممكن أعمل voting, يعني بشوف أنتوا بناسبكم. إحنا عادة الطلاب كانوا دائما يختاروا يوم السبت مساء, ففي أنا يعني ممكن أخيركم أول مرة بعدين نمشي على نفس الشيء. usually بيكون مثلا على الست المساء على السبع المساء هيك شيء يعني. تمام اوكي okay. thank you دكتورة. أهلا شباب, بدي أكد عليكم إنه كلكم تشتروا الكود لأنه أول كويز قرب. أوكي okay. يلا يعطيكم العافية. دكتورة هتفضل. إحنا رح نستفيد من الكتاب. سألتوني قبل الكتاب بترجعوا له إذا في موضوع أنت مثلا شفت إنه الشرح ما كان كافي أو بدك extra information فيه, أو بترجع له to solve more practice عن اللي أنا بحله بالمحاضرة, لأنه بنهاية كل chapter في questions بنهاية كل chapter في more questions, فأنت بتلجأ له لهاي الأسباب. لكن إذا أنت بدك تكتفي بشرحي وبالأسئلة اللي أنا بحلها بالمحاضرة, yes it's enough. إنه هو بس more practice to yes. أنا ما فهمت إيش على الريكورد الفيديو ريكورد. yes, بس الفورة. يعني في بعض زملائك بحبوا يستفيدوا من topic معين أنا يمكن شرحته بخمس دقائق, هو حابب يشرح يقرأ عنه أكثر بالجأة للكتاب. والسبب الرئيسي yes to solve more practice إذا أنت حابب. خلاص أوكي يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب.